جمهوريه الصومالي لان حيك قبطا قفك هلكن كتجيه اما يعيش سامين لي اما بابولار كنقضي هدو سياسي شيخ وين يهي فنان وين يهي حالا الى هذا قف حل هينا يسيس كبتالة قفك اسم يعيش الله برطي اما يش تجيه مقدشي انتو تقوم حام وطبان جمهوريه الصومالي لان دي قطياتي وحا وطبان ولا waaqtiyino dalka turkiga tiraba laba goor ba iyo saddex goor ba wada hadalada jamhuuriyadda somaliland iyo somalia lagu qaltay madaxweynaha somalia xasan sheekh madaxweynaheena ahmed maxamed maxamuud siilaayo wuxuu la hor fadhiistay ee ugu weynaa ee uu weydiisay waxa ay isdhexgalka dhinaca fanka isdhexgalka dhinaca dhaqanka wuxuu weydiisay qiimahaas ay ugu fadhiida isaga inagana waxay noogu fadhiida magaalada muqdisho iyo madaxweynaha jooga oo ina sheeganaya inaynu ka midnay oo ina sheeganaya inaynu xukumaan haddeenu fursad u siinno inay halkana iman karaan iskana tagi karaan inaguna aynu u tagi karno waxaynu ka markhaati kacaynaa wixii ay sheeganayeen marka inagana waxay noogu fadhiida qiimaha diidmada aynu diidnay إن وضع هذا الكتاب كان قطوا استحقال كان إنت عليه دقنك لين عدقنك يسياسة لين عدقنك يسياسة لكن هذا دا قلت هذا قاري موس ذي بحاجة كيمي وقاري كلو موس ذي بحاجة تيجي هذا موس موس ذي كاسي سامين والله أنا مترتو موس كاح بدا موس كأنا إنت عنا يسون بارك تبا لكن واحد نقال لنا قف كوين قف كوين المرعي شيء السياسية الشيخة الشريفة عالمة أما فنان وينه سي صعدة سو صعدة لأن يرد حين تقول مرك هذه الشيخ تماطو وين اللي يردين وعرور نمو ويطار كرتا المقعودة يدعو ذكر وينادين با دعي كرتا إنه قلنا آد بي نوبون بوننا مرك هين حملي بوايين با دعي كرتا لأن يردين ناسي إنه واجبك إنه صار نوح وينه إنه نوع عقل علمه